السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. أكثر من 40,000 انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال عام واحد، ابتداء من أول ديسمبر 2014 حتى نهاية ديسمبر 2015. آلاف القتلى والجرحى والمختطفين، آلاف المنازل والمنشآت، ملايين الضحايا بشكل مباشر أو غير مباشر لانتهاكات الميليشيا التي استطاع أن يصل إليها الراصدون العاملون ضمن فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. التحالف أصدر تقريره قبل أيام في جنيف ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان. في المادة التالية نعرض مختصرا لأهم الأرقام الواردة في التقرير. إذن حولت الميليشيا اليمن إلى مخزن للأرقام المفزعة والمؤرقة للضمير الإنساني. البيوت الصابرة ملأى بالقصص الحزينة والأوجاع، أطفال ونساء ورجال وجدوا أنفسهم فجأة بلا مقدمات أهدافا مباحة لفوهات بنادق قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع، وشظايا قذائف الدبابات ومدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وطالما عشنا في برنامجنا هكذا لحظات من حياة ضحايا ملأت المأساة أوقاتهم واختطفت حياة بعضهم. مشاهدينا، نتابع قصة الطفلة ريماس في هذه الحلقة، وهي الطفلة التي نجت من رصاصة قناص اخترقت جسدها الغض في مدينة تعز بمعبر الدحي. القصة من تصوير زميلتنا أنيسة العلواني، وأعدها للعرض الزميل ودي عطاء. نتابع ثم نعود للاتصال بالناشط الحقوقي توفيق الحميدي المتواجد الآن في جنيف للمشاركة في الفعاليات المصاحبة للدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان. بسمات الأطفال أجمل ما تتزين به حياتنا، ودموعهم ليس أقسى على القلوب منها حين تنحدر على الوجنات. في تعز أتت الحرب على كل شيء جميل، وجد الناس أنفسهم واقعين بين نيران الرصاص وجحيم الحصار، وكأنه قد كتب على الأطفال أن يدفعوا الثمن الأغلى. شهدت تعز مجازر وحشية حصدت شظاياها أرواح الأطفال، وعاش آباء وأمهات وجع الألم الحقيقي على فقد ثمار قلوبهم، ولا يزالون يراوحون بين محاولات التناسي
وألم الذكريات لحظة بلحظة. ريماس طفلة لم تتم بعد الربيع الرابع من عمرها الجميل. دهمها مرض باطني استدعى إسعافها إلى تعز في وقت كان الحصار يطبق على كل المصالح الخدمية فيها ولم تكن المستشفيات استثناء. قامت الجدة بواجب الرعاية والمتابعة لحالة الحفيدة ريماس، وحين تماثلت الشفاء أرادت الذهاب بها إلى القرية هربا من جحيم القصف العشوائي. وعند أحد المعابر بدأت القصة. هارب من القذائف تلاقينا بالرصاص بالقنص قنص ساني وانت بركة لا عدلت أينني إلا اسعفوا باصحاب المترات الله يحفظهن الناس والله ما عرفون ولا أصرفوا. قالوا لي تبعي إحنا الروضة، تبعته للروضة ولا لقيتها، رجعت للصفوة ولا لقيتها، رحت للثورة لقيتها بالطوارئ تقاهن وغسلوا له ما عاد. قالوا خلاص شلوها للروضة، ذيك الساعة بالليل قال ما فيش أجهزة ما فيش كهرباء بالثورة، شلوها للروضة احتمال توقع بشلل. أصيبت نتيجة استهدافها من قبل قناص بطلق ناري مباشر اخترق الجهة الأمامية من الصدر الأيمن ليمر عبر الرئة متجها نحو العمود الفقري ليصيب الفقرة الظهرية العاشرة، ومن ثم أسعفت إلى الطوارئ في حالة غيبوبة تامة وعدم القدرة على التنفس أو الحركة. كان الموقف فاجعا ومؤلما. تحكي الجدة عن معاناة البحث عن حفيدتها بعد إسعافها. كنت دايخ بدايخ، كنت كل ساعة دوخ كل ساعة دوخ ولا عادرت كف قحتة دوب إلا نسوى الناس افترقوا حق الدباب وناس شلوا لي دباب ينقزوا وناس هبوا لي حق الكرونة ولا هند واني دايخ بدايخ والله من داري ما هبوا من قرى معي ومن وقف معي ما ردت حسي إلا لما عيالي تبعوني واندوني لهنا للروضة. كانت تعز تعيش حالة نضوب للأدوية ووسائل العلاج، تنقل بها المسعفون المتطوعون من مستشفى إلى آخر، وعاشت الجدة قلق البحث عن حفيدتها المصابة. تبعته لمستشفى الروضة وللقيتها قالوا كنا الصفوة، رحت للصفوة وللقيتها قالوا كنا الثورة، تبعت للثورة لقيتها بالطوارد قاهن يغسلوا له مع اللي غسلوا له وركبوا له الدم وهبوا له الأكسجين وهبوا له القسطرة وهبوا لحنا بسيارة كبيرة حافلة قالوا خلاص انقلوها للروضة، يحتمل هذه البنية يوقع بين شلل لأنه أصابا بالعمود الفقري. كانت الأسرة عاجزة عن فعل أي شيء لطفلتها، ولم يكن من السهل التفرج عليها وهي تعاني ألم الإصابة وتواجه مصير الشلل. عندها تجلت قيم الإنسانية والتكافل. دكتور عارف الله يحفظه فرقوا لنا حق العلاجات 150,000 حق السمغ، وعمل عملية للعمود الفقري. الآن الحمد لله قهي تحرك رجلي ولا عابينا أي شيء إن شاء الله وربي زد وفقه تمشي. منع الظروف العجز والحصار المفروض على تعز والدها من أن يكون بجوار ابنته. كانت أم ريماس على مشارف الولادة ومع ذلك تحدت ظروف الحصار لتكون إلى جوار ابنتها الجريحة. قسن عند بتما هي مرض أنك إنه 25 يوم هو يوم السبت هي ولدها. نحن تهي بالبيت روحت بالبيت وقال سب البيت زكنت على خواتي وعلى الجيران وانتبهوا لو أني قلت أجلس جنب ريماس. بحسب الأطباء فإن ريماس تجاوزت مرحلة الخطر على حياتها وتتلقى الآن جلسات علاج طبيعي لتستعيد عافيتها. المريضة هذه ستحتاج إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي مكثف، وهذه الأدوات وكذلك الأطباء المختصين في هذا المجال نادرون في تعز وقد لا يتوفر أحد. إلى جوار ريماس وجدنا سعيد الذي حرمته رصاصة قناص سعادته، يعاني آثار العملية التي أنقذت حياته. عاجزا يرقد سعيد مترقبا للحظة الشفاء والخروج من المشفى ليعود لأصدقائه ورفاقه. الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة سواء تمريضية أو طبية أو جراحية، وأيضا في تعز لا يتوفر طبيب أطفال أو جراح أطفال في تعز بشكل عام. بين فكي الحرب والحصار يعيش الناس في تعز وصاروا يعولون على أي مساعدات يمكن أن تصلهم، وكيف عساها المساعدات تصل تحت أزيز الرصاص وهزيم المدافع ودوي قذائف الموت ودوي قذائف الموت ودوي قذائف الموت.
هكذا جعلت الميليشيا حياة اليمنيين رخيصة وسوغت لنفسها قتل المواطنين والتسلط عليهم ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، لا لسبب إلا لقدرتها على القتل وامتلاكها سلاح، السلاح الذي اقتطعت قيمته من قوت الأطفال ومخصصات المدارس والطرقات، ويوجه اليوم لقتل ملاكه الحقيقيين. أرحب بضيفي عبر سكايب من جنيف الناشط الحقوقي توفيق الحميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أستاذ عبد الله، بك وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. عزيزي، كيف ينظر نشطاء حقوق الإنسان إلى جريمة حصار مدينة تعز؟ في حقيقة الأمر نحن وجميع الناشطين ينظرون إلى جريمة حصار مدينة تعز وفق قواعد القانون الدولي التي جرمت مثل هذه الممارسات. فاتفاقية جنيف الرابعة في البروتوكول الإضافي لعام 77 المادة 54 الفقرة 1 و 2 حظرت تجويع الناس المدنيين بوصف أن الحصار أحد أساليب الحرب، وبالتالي عدلت أن إغلاق المنافذ ولمنع وصول المواد الغذائية والأدوية الطبية شكل من أشكال الممارسات العسكرية التي تجرمها القانون الدولي، والتي أصبحت قاعدة ذات طابع عرفي من قواعد القانون الإنساني. إضافة إلى أن الحصار يضع الناس في ظروف تمنع تنقلهم وتمنع الوصول إلى أعمالهم وإلى مصادر رزقهم، وبالتالي تمنعهم كثير من حقوقهم الاقتصادية، وبالتالي هذا يعد في حد ذاته نوع من أنواع جريمة الاضطهاد وفقا للمادة 7 ج من قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. إضافة إلى ذلك أن الحصار اليوم على مدينة تعز يجعل المدينة تعيش ظروف صعبة بكافة أطيافها وسكانها وانتماءها. قرابة العام يكتمل على هذا الحصار دون حتى فترات يعني هدنة إنسانية، فترات إدخال معونات، إخراج المرضى المحتاجين إلى الأمور الطارئة. يعني كما نرى حتى في 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 قطاع غزة هناك فترات يمكن خلالها أن تتحرك الحياة من وإلى المدينة، لكن ما يحدث في تعز يفوق الخيال. كيف تنظرون إلى هذا الأمر وكيف ينظر المجتمع الدولي أيضا؟ بالتالي أنت كل ما ذكرته أستاذي العزيز في قضية الحصار الطويل الذي امتد لعام كامل شمل كافة الأطياف السكانية الموجودة داخل مدينة تعز، كما قلت لك أنه وفقا للقانون الدولي يشكل أيضا جريمة حرب أو جريمة إبادة ضد الإنسانية حرمتها أيضا اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي عدتها أن مرتكبيها لا يجب ألا يفلتوا من العقاب، وجريمة لا تسقط بالتقادم. أيضا هذا الحصار في حد ذاته يعتبر انتهاك لكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، المتعلقة بالحقوق المدنية، المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، المتعلقة بحقوق الطيف، المتعلقة بحقوق المرأة. وبالتالي جريمة تعز جريمة إنسانية وجريمة حرب وجريمة اضطهاد وجريمة عنصرية وفق لكافة القوانين والأعراف الدولية، هكذا ينظر لها المجتمع الدولي كما ذكرت. إذا توقفنا أستاذ توفيق عند نقطة أن من يمارسون هذا الحصار يعني مسؤولون بشكل فردي وبشكل مباشر عن ما يحدث في المدينة، هل يمكن ملاحقة هؤلاء بشكل شخصي في إطار ملاحقة الجماعة يعني الميليشياوية بشكل عام؟ يعني نعرف أن بالاسم من يقود المجامع الحوثية والمجامع التابعة للمخلوع في تعز اليوم، هل يمكن أن يلاحق هؤلاء بسبب هذه الجريمة، جريمة محاصرة تعز، بشكل فردي اليوم غدا بعد عام بعد 10,000 عام أيضا؟ نعم أستاذي الكريم، لدينا اتفاقية خاصة بشأن عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم. محكمة الجناية الدولية وفق لنظام روما حددت 4 جرائم دولية تختص بها محكمة الجناية الدولية، من ضمنها جريمة الإبادة البشرية، وهي محاصرة فئة من الناس من أجل إبادتهم، من أجل إخضاعهم، من أجل تغيير ديموغرافية هؤلاء السكان. هذه الجرائم يجب أن لا تسقط. نحن بما في ذلك السياسيين الذين يشاركون في هذا الحصار من عينتهم الميليشيا كمسؤولين للمدينة، يعني نعم، كمحافظ وبهذه المناصب الوهمية التي لا زالت قائمة.
هل يدخلون، هل يمكن ان يدخلوا ضمن من يمكن مقاضاتهم؟ نعم، نحن لدينا مسؤولية مباشرة عن كافة الجرائم، ولدينا مسؤولية افتراضية. المسؤولية الافتراضية هذه تشمل من يمتلكون مصدر القرار، يعني الذين يمتلكون التوجيه، هؤلاء مسؤولون مسؤولية افتراضية. وإن لم تثبت أدلة متعلقة بكتابات خطية وتوجيهية مثل هذه الحصار، لأن موقعهم السلطوي والتنفيذي يجعلهم مسؤولين مسؤولية مباشرة، يستلمون يا أستاذ، يستلم هؤلاء على سبيل المثال، يتسلم هؤلاء المعونات التي يسمح بدخولها من بعض هيئات الأمم المتحدة في منافذ المدينة باعتبارهم السلطة المحلية التي ستقوم هي بالتوزيع، ونعرف أين تذهب وتجد طريقها إلى السوق السوداء. يعني مثل، لا أريد أن أحدد أسماء، يعني إنما لدينا شواهد وهناك أمور كثيرة عن استلام هؤلاء بصفة سلطة محلية لمساعدات من هيئات دولية بغرض توزيعها على المواطنين، ثم لم يصل شيء. هؤلاء الذين يساهمون ليس فقط في حصار تعز، وإنما في منع المعونات والمساعدات عنها، مشاركون بشكل مباشر أعتقد. نعم، نحن الآن المسؤولية يعني الأولوية اليوم يجب أن نعد ملفات موثقة وفق للمعايير الدولية والشروط الموضوعية. نحن الآن لدينا قضاءين يجب أن يستنفذ القضاء اليمني أو القضاء المحلي وفقا للجنة الوطنية التي شكلها الرئيس عبد المنصور هادي، سلطتها وولايتها في التحقيق. نعم. في هذا الأمر، ثم بعد ذلك يرفع الملف إذا لم يكن هنالك إنصاف من قبل القضاء اليمني، يرفع إلى محكمة الجنايات الدولية. هنالك مجموعة من الشروط ومجموعة من الركائز التي ترفع على ضوئها الجرائم والقضايا الدولية، بمعنى لكن في النهاية أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، والشعب اليمني ويجب أن يستمر في توثيق هذه الجرائم بصورة مهنية، تحديد نعم. هؤلاء الأسماء نعم. وبالتالي لا يضيع حق وراءه مطالب. إذا توقفنا عند نقطة التوثيق، ما الذي تنصحون به كنشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان في مسألة التوثيق، كرسالة توجهونها لكل من يستطيع التوثيق سواء من المواطنين أو من المبادرات الشبابية المتواجدة من الإعلاميين إلى آخره، ما هي أهم الخطوات التي تساندكم على الأرض لتقديم هذه الملفات بشكل مكتمل واحترافي لينال هؤلاء يعني عقوبتهم ويخضعوا للمحاكمات كما يجب؟ في أستاذنا الكريم، لدينا فريق رصد متدرب ولديه خبرة في مجال الرصد والتوثيق، موجود في أغلب مناطق الجمهورية اليمنية خاصة مناطق الصراع. نعم. وبالذات محافظة تعز. أنا أدعو من على منبركم الكريم أيضا المواطنين، لأن هنالك للأسف الشديد بعض الجرائم المتعلقة بالشرف المتعلقة بالعار، كثير من الناس يحجمون عن الشكوى بها أو تقديمها. يجب أن يكون هنالك تعاون بين المواطنين وبين هؤلاء الراصدين. أنت طرحت الآن نقطة خطيرة أستاذ، هل وصلت الأمور إلى هذه المنحدرات من الانتهاكات إلى مسائل للأسف الشديد اغتصابات وما شابه؟ وصلت بعض قضايا التحرش للأسف الشديد، هنالك تقويض حتى للقيم الأخلاقية التي يتمتع بها المجتمع اليمني، هنالك اليوم حرب لا أخلاقية بكل معنى هذه الكلمة. أنا أدعو كما قلت لك المواطنين إلى توثيق كافة ما يتعرضون له، يجب أن ينفتحوا للراصدين. نعم. بشكل كبير، لأنه لا يمكن يكفي صمت يكفي صمت يكفي صمت يكفي صمت لا يمكن شرف شرف بلد بأكمله يعني ضاع. أوه. ليس فقط شرف فردي، وإنما نحن نضيع هذه الحقوق الفردية بهذا الصمت. أضم صوتي إلى صوتك سيدي. لا أريد قبل أن تنتقل للمحور، على أنا أريد أن أؤكد أن ما يدلي به الضحايا أو الشهود هو يرتفع إلى أعلى درجات المعيارية في التوثيق. نعم. نحن اليوم لا يمكن أن نعتمد على فيديوهات مسربة أو على كلام أو على حديث أشخاص أحاديث جانبية. نحن نقول بكل صراحة إذن ما يدلي به الضحايا لشهادة الضحايا حجيتها
نعم، نحن كنا قبل أمس أو في يوم الخميس بالضبط التقينا بمسؤول المقرر الخاص للتعذيب في مبنى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وكان واضح أنه يريد شكاوى من الضحايا أنفسهم المتعلقة بالتعذيب ورفعها على وجه السرعة المقرر الخاص لإدراجه في التقرير الذي سيصدر تقريبا في شهر 7. وبالتالي اليوم الضحايا وأنفسهم هم عليهم التعويل الكبير في مساعدتنا في توثيق مثل هذه الجرائم. إذا نكرر هذا النداء مرة أخرى، يجب على الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل الميليشيا أن يتحدثوا، أن يوثقوا شهاداتهم، أن يتقدموا بكل ما يثبت روايتهم أيضا، وهم بأنفسهم الدليل المعتبر والمعتمد دوليا في هذه الحالات وفي ملاحقة هؤلاء المنتهكون. توفيق الحميدي من جنيف، شكرا جزيلا لك. ولا بد أن يعرف العالم حقيقة هذه الميليشيا التي تخير اليمنيين بين حكمهم بالغلبة والقوة أو قتلهم، وتنتهك في سبيل ذلك قوانين وشرائع الأرض والسماء. وقبل الختام نعرض هذه المادة عن أهم القوانين الدولية التي وقع عليها اليمن، وهي الفقرة التوعوية التي خصصنا لها الجزء الأخير من برنامجنا للتعريف بالقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر جزءا من القانون الوطني. في الحلقات القادمة نواصل عرض معلومات عن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها اليمن وأصبحت ملزمة له. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا أن وسائل اتصالنا بكم مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك. يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام، والعناوين تظهر تباعا أسفل الشاشة. ريماس تم الرصد، إلى أن نلقاكم في أمان الله.